حملة صحتنا برياضتنا هي حملة أقامتها اللجنة الأولمبية الأردنية بمناسبة يوم السكري العالمي. طبعاً كون اللجنة الأولمبية هي المظلة الرسمية للرياضة في الأردن وهي تعنى بالرياضة بالمملكة الأردنية الهاشمية وتعمل حالياً على أنه تخلي الرياضة جزء من حياة كل مواطن أردني، فمثل هاي الحملات ومثل هذا اليوم ممكن نوعي الناس على أهمية الرياضة بالصحة وقديه ممكن الصحة تساعد في تقليل نسبة الإصابة بالسكري. هلأ الحملة طبعاً إحنا بلشنا فيها بسبع محافظات بالشراكة مع مختبرات ميدلاب وبالتعاون مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. الهدف من هاي الحملة إنه قد ما بنقدر نفحص المواطنين اللي عم بيرتادوا هاي المؤسسات الاستهلاكية. في كل محافظة في 250 فحص رح يكون موجود. طبعاً من خلال هاي الحملة بحب أشكر مختبرات ميدلاب على الشراكة معنا في هاي الحملة وبالإضافة إلى المؤسسة الاستهلاكية العسكرية.